احنا صيدلانية، دوري صرف الأدوية المكتوبة في وصفات الطبية من الأطباء المختصين مع مراجعة الطرق الصحيحة للاستخدام. أنا شرط مهنتي أن أنظم المرور في الطرقات لأجنبكم الحوادث. أتربص بالمجرمين لأحميكم من شرهم. أنا محامية، مهنتي تساعد القضاء في تحقيق العدالة. أزاول مهنتي بكل صرف ونزاهة لإنصاف المظلوم. أنا ميكانيك، نستعمل العديد من الأدوات لإصلاح الآلات. أعمل داخل ورشتي جاهزة لإصلاح السيارات والدراجات. أنا ممرض نشيط خفيف، إن أحدهم دعاني أسرع لمساعدتي أعمل ببشاشة. أنا خياط، مهنتي تتطلب مني الكثير من المهارات والخبرات لتحويل القماش لتصميم جميل. أنا جندي دائما مستعد، أحمل سلاحي لكي أدافع عن وطني ومن الأعداء، وأبقى يقظا لكي أدافع عن من وطني وملكي. أنا طبيبة أفحص مريضة، أتعرف على الداء، أكتب له دواء. كل داء دواء بإذن الله تعالى، ستكمل سعادتي في معالجة المرضى. أحب أن أكون صحفيا، مهنتي نقل الأخبار رغم المصائب والمخاطر. عالمة أهتم بالعلم وأتعمق في المعارف العلمية في مجال معين. خبيرة بالأشياء من حيث طبيعتها، تصنيفها وعملها. أنا طباخة، مهنتي تتطلب فن وذوق لتحضير وصفات أو إعداد الطعام وكذا اختراع أطباق جديدة. أنا قاضي، مهنتي أن أحكم بين الناس بالعدل ولا أترك الظلم داخل المجتمع. أنا إطفائي، رجل شجاع ولا أخاف، بلباس أحمر دائما مستعد. نجار أقوى الحرف، أفتخر بحرفتي إذ يزورني كل هؤلاء لأجحف مناظرهم بقطعة من القشب منفوخة حسب كل الأذواق. أنا معلمة، أنا من علمتكم الأسس الأولى في النطق والكتابة والعلوم والفيزياء. أعلم وأربي وأوجه، فهنيئا إن أصبحت مهندسا أو طبيبا أو صحافيا.